ازيكم جميعا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على ال functions of ovaries وتفصيليا على الاستروجين والبروجستيرون هرمونز. بدايه هنتكلم على الاستروجين، والاستروجين زي ما كلنا عارفين it is a steroid hormone. steroid hormone يعني lipid hormone، يعني synthesized mainly from cholesterol and coenzyme A. يا ترى ايه انواع الاستروجين؟ What are types of estrogen؟ هو الاستروجين ليه انواع؟ ايوه، في عندنا 3 main types، عندنا الاسترادايول وعندنا الاسترون والاستريول. مين اقواهم؟ اللي هو الاسترادايول، وده اقوى 12 مره 12 times than استرون، و80 مره than الاستريول. وبالمناسبة الاسترادايول ليه اسم تاني اللي هو الاي 2، وده اشهرهم واقواهم طبعا. وعلى فكرة الاسترادايول والاسترون والاستريول دول التايبس اوف استروجين في النون بريجننت فيميل، اما during pregnancy ففي انواع تانية بتبان، نوع رابع ممكن يبان during pregnancy of استروجين. يا ترى بيطلع منين؟ ايه السايت اوف سكريشن بتاعت الاستروجين؟ هو طالع من الاوفرز، وبيبقى ليه 2 بيكس. يعني ايه 2 بيكس؟ يعني بيطلع بكميات كبيره جدا، نمبر 1 ات ذا تايم اوف اوفيوليشن، ونمبر 2 في الميد ليوتيال فيز، طالع من الكوربس ليوتيم. الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل ازاي الاستروجين؟ الاستروجين كاستيرويد هرمون زي ما اتفقنا، يبقى اتيز ليبيد سوليبل، يبقى يقدر يعدي السيل ممبرين ويدخل عشان يدور على الريسبتور بتاعه يمسك فيها، ودي بتكون سايتوبلازميك ريسبتورز بتكون موجوده في السيتوبلازم. فا it combines with the cytoplasmic receptors forming hormone receptor complex. يبقى لما يروح يمسك في الريسبتور بتاعه بيكونه كومبلكس اسمه هرمون ريسبتور كومبلكس. جزء منه بيبقى لاست، والجزء الثاني الريميننج بارت ده بيمايجريتس تو ذا نيوكليوس، ويدخل على النيوكليوس ويبتدي يعمل ستيميوليشن للترانسكريبشن بتاعت الدي ان اي، واللي بدورها بتعمل ستيميوليشن للار ان اي سينثيسس، اللي بدورهم بيعملوا بروتين سينثيسس. يعني في المجمل كده هو اثر على الجينز، عشان كده ده احنا بنسميه الجينوميك اكشن بتاع الاستروجين. طيب تعالوا كده نراجع مع بعض الفيميل ريبرودكتيف سيستم سريعا. واحنا دلوقتي بنقول انه الاستروجين طالع من الاوفرز، فطبعا السيركولار بارت دي هي الاوفرز اللي بيطلع منها الاستروجين. الاوفرز زي ما كلنا عارفين هي متصله بالفالوبيان تيوبس. الفالوبيان تيوب دي اللي هي بتوصل على اليوترس، واليوترس مش عايزين ننسى ان الطبقه الداخليه ليه، الجزء المبطن ليه من جوه، اسمه اندوميتريوم، ودي نقطه مهمه جدا. بيليها على طول الجزء اللي هو البايوميتريوم اللي هو بيبقى فيه اليوتراين ماسلز، العضلات، عشان كده سموه مايو ميتريوم. اما الجزء الداخلي المبطن لليوترس اللي هو اسمه ايه؟ الاندو ميتريوم. طبعا اخر حته في اليوترس مش هننسى طبعا ان اسمها السيرفكس. السيرفكس والسيرفكس دي اللي بتكون بتوصل ما بين اليوترس نفسه اللي هو الرحم، وما بين ايه؟ وما بين الفاجينا اللي هو المهبل في الفيميلز. برضو يا دكاترة مش هننسى انه طبعا بيبقى فيه ريجوليشن بتاعة الهرمون سكريشن، وده بيتم اساسا من الهايبوثالاموس فوق، اللي هو زي ما اتفقنا كده كأنه رئيس مجلس الادارة، اللي بيبعت الاوردرز بتاعته للبيتيوتري جلاند. الاوردرز بتاعته اللي هي بتكون في صوره ايه اللي تخصنا دلوقتي للايستروجين والبروجستيرون، بيطلع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون لما بيوصل للانتيوبيتيوتري بيحفزها انها تطلع، طبعا زي ما انتم شايفين البيتيوتري جلاند جزئين، الجزء البينك اللي قدامكم ده اللي هو اسمه anterior pituitary، الجزء الاورنج اللي هو posterior pituitary. الجلادوتروبين ريليزنج هرمون ده بيوصل للانتيريور pituitary الجزء البينك،
بيحفزها انها تطلع ايه يا دكاتره، او تعمل سكريشن لايه، لحاجه اسمها ال اف اس اتش والال اتش، دول اختصار لايه. الاف اس اتش اختصار للفوليكولر ستيمولاتنج هرمون، والال اتش اختصار لليوتينايزنج هرمون. الاف اس اتش والال اتش لما بيروحوا الاوفرز، فدول اللي بيحفزوا الاوفرز انها تطلع بقى الايستروجين والبروجستيرون هرمون. وطبعا في الميلز بتحفز التستس انها تطلع التستوستيرون. طيب يا ترى خلاص كده الايستروجين طلع وعرفنا. خلوا بالكم كمان في الريجوليشن ان الايستروجين لما طبعا الايستروجين والبروجستيرون بيطلعوا بكميات كبيره، هم نفسهم بيروحوا للايه الهايبوثالاموس عشان يعملوا حاجة اسمها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ليه؟ علشان الكميات لازم ربنا سبحانه وتعالى زي ما اتفقنا خلق كل شيء بقدر، لازم بتطلع الهرمونز دي بكميات معينة وبتكون بسيطة جدا. دي لما طبعا بتطلع بالكميات المطلوبة، أول ما تبتدي تزيد تبتدي على طول تعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم وتروح للهايبوثالاموس تقول لها نو مور، لو سمحتي نو مور جوناتوتروبين ريليزنج هرمون، وبالتالي تروح كمان على البيتيوتري نو مور اف اس اتش اند ال اتش هرمونز. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بينظم ايه هذه الهرمونز بنسب معينه علشان يأفويد الاوفر ستيميوليشن والاوفر اكشن بتاعه. طيب طلع دلوقتي الايستروجين من الاوفرز، يا ترى هيعمل ايه؟ اول حاجه طبعا تاثيره على التارجت اورجنز بتاعته، والتارجت اورجنز هنا احنا بنقسمها ان في عندي برايمري سكس اورجنز طبعا، وهي دي الاساسيه، بيروح على الاوفرز ويعمل فيها ايه؟ بيفاسيليتيت ويسهل جدا الجروث والديفلوبمنت بتاعه الفوليكلز، وطبعا كمان بيستيميوليت حاجه اسمها ال LH سيرج. ال LH سيرج اللي بيطلع بكميات كبيره جدا في وسط المنسترول سايكل لو تفتكروا مع بعض، و كان اللي بيعمل الاوفيوليشن وتأثيره على الاوفيوليشن، ومن ثم بعديها بيتكون الكوربس اليوتيوم، وكل دول نتيجة لزيادة ال LH secretions. طيب يا ترى بقى ايه تأثيره على ال secondary sex organs او الحاجات بقى الثانوية؟ ال number one يروح يأثر على اليوترس. اليوتر زي ما اتفقنا هو جزئين، بيروح يأثر على الاندوميتريوم ويعمل فيه بروليفريشن ويعمل فيه ماتوريشن وجروث للاندوميتريوم، ده تأثير الايستروجين، وبيروح على البايوميتريوم ويزود الفاسكولاريتي، يزود اليوتيراين بلاد فلو، يزود الكونتراكتايل بروتينز اللي فيهم اللي هم الاكتين والمايوسين، يزود الاكسايتابيليتي ويعمل spontaneous contractility لليوترس، و بيزود كمان ال sensitivity to الأوكسيتوسين هرمون، يزود ال sensitivity بتاعت الأوكسيتوسين هرمون، والأوكسيتوسين هرمون ده خلوا بالكوا هو اللي مسؤول أساسا عن ال contraction بتاعت اليوترس، يعني وجود الإيستروجين بيساعد جدا الأوكسيتوسين والإيفكت بتاع الأوكسيتوسين في ال contraction بتاعت اليوترس. وخلوا بالكم طبعا ده بيكون مهم جدا جدا في ساعة الولادة أو ساعة الدليفري، بين اللي بيحفز أساسا الكونتراكشن بتاع الماسلز بتاعة اليوترس علشان الديورنج الدليفري وخروج الفيتس من الأم الأوكسيتوسن هرمون الأوكسيتوسن، واللي بيساعده في كده كمان وبيخلي اليوترس أو البايوميتريا بيستجيب أكتر للأوكسيتوسن عشان يعمل مور كونتراكشن هو هرمون الإيستروجين. طيب ده بالنسبة لليوترس. طيب بالنسبة بقى للفاجينا، بيروح على الفاجينا يعمل ايه؟ على الفاجينا دوره برضو مهم جدا جدا، بيروح يعمل استراتيفيكيشن للفاجينا.
بيزود الثيكنس بتاعت الفاجينال سيلز ويخليها مور ريزيستنت تو انفكشن. خلوا بالكم الستراتيفيكيشن اللي هو لما بيزود الثيكنس بتاعت الفاجينال سيلز دول بيخليها مور ريزيستنت للانفكشن وكمان مور ريزيستنت للتروما للايه للتروما اللي ممكن تحصل لها during الانتركورس. وبيعمل كمان حاجة اسمها deposition to glycogen في الفاجينال سيلز، فلما يحصل لها decomposition تبتدي انها تطلع lactic acid فتغير في البي اتش في الفاجينا تخليها acidic، فطبعا اي acidity هتخليها more resistant to infection وهتقلل جدا الانفكشن بتاعت الفاجينا، وده طبعا كده بيحمي الفاجينا. يبقى قلنا من حاجتين، من التروما ومن الانفكشن. طيب على الفالوبيان تيوبس، ايه تأثير الايستروجين على الفالوبيان تيوبس؟ التأثير ان هو طبعا بيزود الموتيليتي. خلوا بالكم انه الفالوبيان تيوبس دي المفروض ان فيها سيليا يعني اهداب، الاهداب دي كانها الاهداب دي دايما بتتحرك في جهه واحده في one direction. طب ايه الدايركشن ده؟ انها طبعا خلوا بالكم الاوفم او البويضه المفروض انها بتطلع من الاوفرس عايزه توصل لليوترس، طب اكيد لازم هتعدي على مين؟ على الفالوبيان تيوبس. فالفالوبيان تيوبس ربنا سبحانه وتعالى خالق فيها اهداب او سيليا، السيليا دي قلنا بتتحرك في وان دايركشن عشان تبروبل او تزق فين؟ تحرك الاوفم ناحيه اليوترس. تمام، فهو برضو الايستروجين بيزود الموتيليتي والحركة بتاعت الفالوبيان تيوبس، يعني بيحفز ان الاوفم تتحرك من الاوفرز لحد ايه او توصل لليوترس من خلال الفالوبيان تيوبس. طيب في ايه تاني؟ طبعا تأثير الايستروجين كمان هو اللي بيعمل الفول ديفلوبمنت بتاعت الاكسترنال جينيتاليا. طبعا احنا عارفين ان الايستروجين ده في الاول والاخر هو هرمون الانوثة، هو هرمون الانوثة، فهو المسؤول عن الكمبليت ديفلوبمنت بتاعت الاكسترنال جينيتاليا في الفيميل. طيب هنا الدياجرام اللي قدامكم ده بيوضح الايستروجين اكشن باختصار، وخلوا بالكم ان هو المسؤول عن الليبيدو، الليبيدو ده اللي هو الديزاير بتاع السكس، ونمبر 2 هو كمان المسؤول عن الميموري، يعني الايستروجين ده اللي هو طبعا ده هرمون بيطلع ديورنج اليوث او الشباب، فطبعا هو المسؤول عن الميموري والمسؤول كمان عن المنتل هيلث بتاعه الفيميلز ميلي طبعا. كمان هو اللي بيحفز الماسل سترينز، بيعمل بريفنشن للاثيروسكليروزس، ودي حاجه مهمه جدا لان ديورنج الميروبوز طبعا بيقل جدا جدا هرمون الايستروجين في الفيميلز، فعلشان كده بينصح ان هم ياخدوا ايستروجين سبلمنت من بره، لانه لما في فتره بقى الميروبوز بتزيد الاحتماليه او الفرصه ان يتعرض الفيميلز للجلطات، لان الايستروجين كان بيحمي سبحان الله الفيميلز من الاثيروسكليروزس او تصلب الشرايين، فبالتالي كان بيقلل حدوث الجلطات. من ضمن الحاجات كمان المهمه جدا جدا في الايستروجين وهناخدها دلوقتي ان هو بيكون مسؤول عن هنشوف دلوقتي ان هو هو المسؤول عن المنترس بتاعت البون دنستي، فبالتالي او البون مينرال دنستي، فدي برضو من الحاجات اللي بتاثر جدا ديورنج المينوبوز، الفيميلز بيكونوا اكثر عرضه لمرض الاوستيوبوروزس او هشاشه العظام، فبيكونوا اكثر عرضه لا قدر الله يحصل لهم بون فراكتشرز او ديسلوكيشنز، فبالتالي
برضو بينصح ايه هؤلاء الفيميلز ان هم ياخدوا ايه ايستروجين سبلمنت من بره علشان نقلل تعرضهم للاثيروسكليروزس ونقلل تعرضهم ل او نحافظ طبعا على البونز بتاعتهم ونحميهم شويه من التعرض للاوستيوبوروزس او مرض هشاشه العظام. طيب طبعا هو المسؤول عن البريست ديفلوبمنت الماسل سترينث ومسؤول طبعا زي ما اتفقنا عن الفات ستور، هو اللي بيزود الفات او توزيعة الفات كمان especially في الفيميلز. الفات ديستريبيوشن في الفيميلز بتكون بطريقة معينة او في اماكن معينة. الاوفيوليشن طبعا هو اللي بيحفز الاوفيوليشن واليوترس لايننج طبعا والفاجينال زي ما اتفقنا اليوبريكيشن و استيميوليت الاندوميتريال جروث. طيب زي ما اتفقنا انه لسه مستمرين في الاكشنز بتاعت الايستروجين، اتكلمنا على البرايمري سكس اورجنز اللي هي الاوفرز عامل فيها ايه، اتكلمنا على السكندري سكس اورجنز اللي هو اليوترس والفالوبيان تيوبس والفاجينا الحاجات دي كلها عامل فيها ايه والاكسترنال جينيتاليا. دلوقتي هنبتدي نتكلم على الاكشن اوف ايستروجين على السكندري سكس كاركترز، ودي بقى اللي هي الحاجات اللي بتحصل بقى برضو اللي هي ليه اللي هو بتحصل بقى في الكاركتر في الصفات نفسها بتاعت الفيميلز، لان احنا برضو بنقول ان الايستروجين ده هو هرمون الانوثه. يا ترى بيحصل ايه الفرق بين الميل والفيميل هنا؟ الفيميلز لو جينا بصينا على الهيرز بتاعتها هلاقي بيقلل البادي هير، الايستروجين عموما بيقلل البادي هير في الفيميلز طبعا نسبه الى الميلز. بيزود السكالب هير طبعا والبيوبك هير. البيوبك هير بتاع الفيميلز بيبقى ليه شكل معين مختلف عن الميلز. البيوبك هير هنا في الفيميلز بيبقى تريانجولر شيب، الايبكس بتاعته بتبقى داونوردز يعني على تحت، هو تريانجل مقلوب. البيوبك هير بتاعها بيبقى تريانجل مقلوب، الايبكس بتاعته بتبقى داونوردز. طيب بالنسبه للسكين بتاع الفيميلز بيزود جدا الفاسكولاريتي والسموثنس والسوفتنس بتاعه السكين بتاعها، والفلويد سيبيشيس سكريشن فبالتالي بيقلل الاكني فورميشن. طبعا مشكله الميلز ان عندهم الدهون بتبقى اكتر، يعني السكريشنز بتطلع عندهم بتبقى اكتر في الدهون وفي السبيشيس سكريشنز بتاعتهم، ف بيبقوا عرضه اكتر للاكني. لا هنا بيقلل الاكني فورميشن وطبعا بيعمل ديبوزيشن للفات في السكين. يبقى زي ما اتفقنا بيعمل بيزود الفاسكولاريتي وبيخلي فيه سموث سوفت فلويد، يعني بيخليه كده سوفت وسموث في الفلويد سبيشيس سكريشن، فبيقلل بالتالي الاكني فورميشن. تالت حاجة طبعا هو المسؤول عن البادي كونفيجريشن او نفس البادي كونفيجريشن كتوزيع يعني شكل الكتف عامل ازاي كبادي كونفيجريشن كده عندها، ان بيكون دايما الفيميلز بيكون عندها نارو شولدرز عندها وايد بلفس، وطبعا الفات ديبوزيشن بيبقى اكتر في البريستس وفي الباتوكس وفي الثايز بتاعتها. اما الميل العكس طبعا فبيبقى عنده وايد شولدرز ونارو بلفس. طيب واخر حاجه هو doesn't affect the larynx، ما بيأثرش على larynx، فبالتالي الصوت بتاع الأرثة بيبقى high pitch sound زي بالظبط الطفل، بعكس بقى الميلز لا بيأثر طبعا التستوستيرون بيأثر على larynx بتاعتهم وبيغير في الصوت بتاعهم او في البيتش بتاعتهم. لو جينا بصينا على الايستروجين افكتس في النون ريبرودكتيف اورجنز، يبقى على البرين بيمنتين سايكولوجيكال ويل بينج، فازو موتور زي ما اتفقنا، ريجوليت نورمال بادي تمبرتشر اند بيرسبيريشن، على الليفر بيريجوليت الليبيد ميتابوليزم اند اتس ديستريبيوشن، على البون بيريجوليت البون مينرال دنسيتي زي ما اتفقنا،
على الهارت بيريجوليت الكوليسترول ميتابوليزم ايه بقى بيظبط ال LDL وال HDL اللي هو هاي دنسيتي لايبوبروتين ولو دنسيتي لايبوبروتين. وباي ذا واي للمعلومه طبعا الهاي دنسيتي لايبوبروتين ده بيكون ليه يعني فيه كده نسبه معينه مهمه جدا للحفاظ على الكوليسترول ميتابوليزم وعدم حدوث ايه الاثيروسكليروسس او الجلطات زي ما اتفقنا. بالنسبه للسكين هو اللي بيحفز الكولاجين سانثيسيس وزي ما اتفقنا بيمنتين السكين انتجريتي وزي ما اتفقنا بيقلل الاكني فورميشن و واخر حاجه في الايفكتس او الاكشنز بتاعه الايستروجين هنتكلم عليها هي الجنرال ميتابوليك ايفكتس. وده برضو تلخيصا بقى للي عليكم بالظبط انه الايستروجين نمبر 1 بيستيميوليت البروتين سينثيسيس في البونز وفي السكس اورجنز عشان كده بيحافظ على البونز وبيقلل كمان حدوث الاوستيوبوروزس. السكندري هو طبعا ليه انابوليك ايفكت. الايستروجين معروف ان هو ليه انابوليك ايفكت طالما بيستيميوليت البروتين سينثيسيس يبقى على طول ليه انابوليك ايفكت وتاثير بيبني ما بيهدش الايستروجين طبعا. ومن ضمن كمان الايفكتس بتاعته مهم جدا جدا نعرف ان هو بيعمل ريتنشن للسولت والووتر الصوديوم والووتر وطبعا البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفيت. الكالسيوم والفوسفيت قلنا مهمين جدا في المينراليزيشن بتاعه البونز وقلنا ده اللي بيحمي الفيميلز من عدم التعرض للاوستيوبوروزس. ومشكله بقى هنا في الريتنشن بتاعه الصوديوم بيحصل دايما ريتنشن مع ريتنشن اوف صوديوم بيحصل ريتنشن اوف ووتر يعني الجسم بيحبس ميه الملح وبالتالي بيحبس ميه فكأن كده بيحصل انتفاخ او تورم كده في الفيميلز. بس المشكله مش في التورم او في الانتفاخات بس هو المشكله ان السولت ووتر ريتنشن ده بيأثر على الارتيريال بلاد بريشر بتاعه الفيميلز فبتكون عرضه اكتر ليه الحاجه اسمها حتى بنلاحظها قوي اسمها بري منسترال سيندروم. بري منسترال سيندروم ان حتى الانثى كده بتبقى عارفه انا خلاص تقريبا قربت المنسترويشن قربت تيجي بسبب انه بيأثر على المينتاليتي وبيأثر بتبقى حاسه انها مش مظبوطه في الفتره دي بتتنرفز بسرعه بيحصل لها ديبريشن اكتر. كل ده بسبب التغييرات اللي بتحصل في الارتيريال بلاد بريشر عندها مين يعني نتيجة للسولت اند ووتر ريتنشن اللي بيتسبب فيها الايستروجين. وزي ما اتفقنا طبعا قلنا هو بقى الاول زي ما احنا عارفين في البيبرتي بداية بيحصل حاجة اسمها جروس سبيرت يعني بيحصل كده جروس فجأة البنت بتطول فجأة بتبتدي تطول تطول زي ما احنا عارفين لحد سن معين. حد سن معين ده بقى اللي هو بيتوقف هذا الطول لان بيحصل يونيون اوف ذا ايبيفيسس بتاعه البونز. مين اللي مسؤول عن اليونيون اوف ذا ايبيفيسس؟ هذا الايستروجين. وبكده نكون خلصنا الايستروجين بقى ونبتدي في الهرمون التاني بتاعنا اللي هو البروجستيرون. ويا ترى البروجستيرون طالع منين؟ ايه السايت اوف سكريشن بتاعه؟ خلوا بالكوا السايت اوف سكريشن بتاعت البروجستيرون هو ده بقى هرمون البريجننسي فبيطلع بكميات كبيره جدا جدا. منين يا دكاتره؟ من البلاسينتا. طبعا بيطلع من السوبرارينال كورتكس زي ما اتفقنا وكمان بيطلع طبعا من الاوفرز. فمنين بقى بالذات؟ من الكوربس ليوتيم والبيك بتاعه برضو بيكون في الميد ليوتيال فيز. لكن لما تيجي كده تقول السايت بتاعه السكريشن بتاعه البروجستيرون ما ينفعش غير ان انت تقول اول حاجه فعلا البلاسينتا لان هو بقى هرمون الحمل هرمون البريجننسي البروجستيرون. تمام.
ما هو mainly طالع من البلاسنتا بقى during pregnancy، بيطلع بكميات كبيرة جدا، لكن طبعا زي ما احنا عارفين هو بيطلع طبعا في النون pregnant female، فين يا دكاترة؟ على طول من الاوفرز ومن السوبرارينال كورتكس، والاوفرز طالع زي ما اتفقنا من الكوربس ليوتيوم. زي ما احنا عارفين البروجستيرون برضو طبعا از استيرويد هرمون، يعني طالع من او بيتصنع منين؟ من الكوليسترول. الكوليسترول بيتحول الى بريجنانولون، والبريجنانولون ده المفروض ان هو بيتحول الى البروجستيرون. بروجستيرون طالع منين؟ طالع من الكوربس ليوتيوم، ده في النون بريجننت فيميل. وإذا حصل pregnancy الكوربس ليوتيم بيستمر بيفضل كده حوالي شهرين أو شهرين ونص أو ثلاثة في during pregnancy، هو اللي بيكون مسؤول عن إن هو بيعمل secretion للبروجستيرون. however طبعا بعد 3 شهور الكوربس ليوتيم بيبقى غير قادر على ان هو يطلع البروجستيرون ده بالكميات اللي فعلا الحمل محتاج لها للحفاظ عليه، فبيبتدي بقى الكوربس ليوتيم بعد فتره بيبقى ريبليسد باي ايه بقى؟ باي البلاسنتا، والبلاسنتا بتاخد بقى الدور وتبتدي انها تطلع البروجستيرون بكميات كبيره جدا. يا ترى ايه الاكشن بتاعت البروجستيرون؟ الاكشنز بتاعت البروجستيرون على السكندري سكس اورجنز يروح ياثر في ايه؟ يروح على اليوترس، و ياثر برضو على الاندوميتريوم، وفي الاندوميتريوم بيبقى هو المسؤول عن السكريتوري فيز في المنسترول سايكل، السكريتوري فيز بتاعت الاندوميتريوم. وعلى المايوميتريوم بقى يبتدي يعمل ايه؟ خلوا بالكم طبعا في السكريتوري فيز بتاعت الاندوميتريوم هو بيحضر، يعني حتى في النون بريجننت فيميل هو بيحضر للحمل، بيحضر للحمل يعني preparing الاندوميتريوم for implantation of a fertilized ovum. بينهبت على العكس بقى من الاستروجين، ده هنا بينهبت اليوتراين كونتراكشنز عن طريق انه بيعمل هايبر بولاريزيشن للمايوميتريال سيلز، بيقلل المايوميتريوم سنسيتيفيتي تو الاوكسيتوسن. زي ما اتفقنا الاوكسيتوسن هو الهرمون المسؤول اساسا بقى على الكونتراكشنز العنيفه بتاعه اليوترس ديورينج ذا ديليفري، وبيقلل النمبر بتاعه الايستروجين ريسبتورز نفسها في الاندوميتريوم، فبالتالي بيستيميوليت الكونفرجن بتاعه الاسترادايول تو لس بوتنت استرون اللي هو بيبقى اضعف، فبالتالي بيقلل جدا عمليه الكونتراكشن بتاعه اليوترس. كل ده انه بيهيئ اليوترس ايه علشان يبتدي يستعد للبريجننسي وتكمله البريجننسي والحفاظ على البريجننسي. وطبعا البروجستيرون بالنسبه بقى لتاثيره على الفالوبيان تيوبس بيعمل بقى سكريشن لميوكس. طب الميوكس ده ايه هدفه؟ الميوكس ده هو المسؤول عن النيوتريشن بتاعه الفيرتيلايزد اوفم، يبقى مليان غذاء رايح للفيرتيلايزد اوفم ديورينج المايجريشن، تمام، من الفالوبيان تيوبس لليوترس. طبعا احنا عارفين ان الفيرتيلايزيشن المفروض انها بتحصل مينلي في الفالوبيان تيوب، فلما بتبقى فيرتيلايزد برضو بتكمل لفين؟ لليوترس، وتبقى امبلانتد في الاندوميتريوم. طيب بعد كده تأثيره بقى على الماميري جلاند، احنا قلنا ان هو هرمون اوف بريجننسي، يعني بيقلل contraction، احنا عايزين الحمل، عايزين نحافظ على الحمل، عايزين نكمل شهور الحمل على خير، عايزين نحافظ على الفيتس اللي جوه. ومن ضمن الحاجات طبعا برضو التهيئة بتاعه الماميري جلاند او الماميري جلاند، التهيئة طبعا يعمل لها ايه؟ بيعمل growth و development للماميري جلاندز طبعا. علشان يعمل طبعا support للsecretory function بتاعت البريست during طبعا ايه؟ lactation، او برضو بيهيئ البريستس بتاعت الفيميلز للاكتيشن.
ده برضو دايجرام كده ظريف بيبين لنا برضو الدور بتاع البروجستيرون. Also the main progesterone roles concern menstruation and pregnancy. This hormone برضو has several functions. لكن ال main functions بتاعته زي ما اتفقنا prepare the endometrium for ال implantation زي ما احنا شايفين في الرسمة. We helps طبعا maintain and nourish the growing baby. والأذر بقى effects other than تأثيره على ال uterus والدور بتاعه during the pregnancy. لا ده ليه other ان هو بي regulate the blood pressure, بي protect برضو البول بتاعتنا, بي support ال cognition و helps lower the cancer risk. هنا اهو برضو اللي علينا بقى في الاذر ايفكتس دي اللي هنذكرها علشان الامتحان. الاذر ايفكتس بتاعت البروجستيرون اللي هو بيعمل للاسف بقى للاسف العكس ان هو بيعمل اكني فورميشن وبيزود الفيدنج سنتر بيخليها تاكل اكتر بقى بكتير لانها علشان كمان ايه بتاكل المفروض وبتاكل للبيبي يعني عشان تغذي البيبي فبيزود الفيدنج سنتر بينهبيتس ال ال اتش سكريشن. من ضمن كمان تأثيره المعروف جدا جدا اللي هو ستيميوليشن بتاعت هيت ريجوليتنج سنتر بيبقى ليه ثيرموجينيك ايفكت بيزود البادي تمبريتشر درجة الحرارة حوالي نص درجة during the second half of the cycle يعني during the second half of the cycle normal جدا جدا يعني ايه يعني لو الدورة مثلا ساي بتاخد 28 يوم من اليوم ال 14 اليوم ال 28 هو السكند هاف اوف ذا سايكل ده درجة الحرارة المفروض بتاعت الفيميل نورمالي بتزيد حوالي نص درجة. ليه؟ بسبب هرمون البروجستيرون لان هو بيأثر بيبقى ليه ثيرموجينيك ايفكت بيعمل ستيميوليشن للهيت ريجوليتنج سنتر فبالتالي بيزود درجة الحرارة حوالي نص درجة في السكند هاف بتاعت السايكل. واخر حاجه دلوقتي هنتكلم عنها هو الانتربلاي ما بين الهايبوثالامو بيتيوتري اوفاريان هرمونز او الهايبوثالامو بيتيوتري اوفاريان يوتيراين اكسس يعني الايه الدور كل واحد فيهم وتاثيره على الاخر. وزي ما قلنا في بداية المحاضرة بتاعت النهاردة ان الهايبوثالامس بتطلع او بتعمل سكريشن للجونادوتروبين ريليزنج هرمون. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون من اسمه جونادو اللي هو رايح يأثر على الجونادز اللي هي الاوفرز او التستس بس احنا هنا عشان في الفيميل فطبعا بتروح تأثر على الأوفرز. جونادوتروبيك تروبيك يعني زيادة ريليزنج يعني إفراز يبقى جونادوتروبين ريليزنج هرمونز which in presence بقى of low estrogen and progesterone. احنا قلنا ده بيطلع استجابة لإيه بالظبط لما بيكون في low estrogen and progesterone يعني ما فيش حاجة عاملة للهايبوثالامس negative feedback ما فيش حاجة بتقول لها no more gonadotropin releasing hormone فهي بقى ساعتها بتطلع الجونادوتروبين releasing هرمون. جونادوتروبين releasing هرمون قلنا بيروح على الانتيريور pituitary. لو نفتكر مع بعض الرسمة كان الجزء البينك اللي قدام الانتيريور بيتيوتري قلنا بيطلع ال FSH او الفوليكيولر ستيميوليتنج هرمون وبتطلع ال LH اللي هو اليوتيرايزنج هرمون. طب يا ترى ال FSH او الفوليكيولر ستيميوليتنج هرمون ده بيطلع الاول بيعمل ايه؟ الفوليكيولر ستيميوليتنج هرمون يفضل ماشي في الدم لحد ما يوصل للاوفرز والاوفرز يبتدي يعمل فيه ما هو اسمه فوليكيولر ستيميوليتنج هرمون. طالما فوليكيولر ستيميوليتنج هرمون يعني بيستيميوليت الديفلوبمنت والجروث بتاعه الفوليكلز على طول كده. وطبعا طب الفوليكلز دي بتطلع ايه بقى؟ بتطلع الايستروجين تمام عشان كده بتعمل حاجه اسمها فوليكيولر جروث. طيب ال FSH برضو بدوره على اليوترس لما هيطلع الايستروجين كده كده الايستروجين ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حاجه اسمها البروليفيريتيف فيز. يبقى اليوترس بعد التأثير الايستروجين لما طلع عمل ايه؟ عمل البروليفيريتيف او الجروث برضو والديفلوبمنت بتاعت اليوترس.
طيب بالدور بقى دلوقتي طلع ايستروجين بكميات كبيرة شوية، فالمفروض ان هو هيروح دلوقتي على البيتيوتري علشان يقلل او يعمل نيجاتيف فيدباك على الهرمونز اللي طالعة منها اللي هي الاف اس اتش والال على الاف اس اتش. لكن خلوا بالكم الايستروجين بيحفز طلوع ال اتش او اليوتينايزنج هرمون، اليوتينايزنج هرمون سبيشالي في الميد سايكل. ليه؟ علشان بيحصل ال اتش سيرج قلنا بصوره بيبقى بيفرز بكميات كبيره قوي، بيعمل الاوفيوليشن، بيكون مسؤول عن الاوفيوليشن او خروج الاوفم من الاوفرست وتروح للفالوبيان تيوبس او فالوبيان تيوب. طيب زي ما اتفقنا ال LH او اليوتينايزنج هرمون يبتدي يطلع باي البيتيوتري جلاند، وزي ما اتفقنا ده بيكون في مسؤول عن الاوفيوليشن، وخلاص طالما حصل الاوفيوليشن يبتدي يتكون من الكوربس ليوتيم في الاوفرز، والكوربس ليوتيم يبتدي يعمل لنا بقى سكريشن للايستروجين اند بروجستيرون، فبالتالي اليوترس الفيز بتاعته دلوقتي بتتحول الى سكريتوري فيز. بعد كده بيحصل ايه لو ما حصلش الحمل؟ لو حصل حمل وحصل فيرتيلايزيشن للاوفم باي السبيرم، ده هنا بقى بنكمل بريجننسي. لكن لو ما حصلش حمل ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يحصل ديجنريشن، يبتدي يحصل ديجنريشن لهذا الكوربس ليوتيم. فلما يحصل ديجنريشن للكوربس ليوتيم يبتدي يقل الافراز بتاع مين؟ الايستروجين اند بروجستيرون هرمونز. ف ايه بقى اللي بيحصل في هذه الاثناء بالظبط؟ زي ما اتفقنا الاوفرز يحصل فيها ديجنريشن للكوربس ليوتيم، فلما يحصل ديجنريشن للكوربس ليوتيم ويقل الايستروجين والبروجستيرون، اليوترس على طول مفيش اي حاجه يتعمل لها سبورت، فيبتدي كل اللي اتبنى يتهد، فيبتدي يحصل المنستريشن او بيسموها الديسكواميشن. وعلى بقى هنا البيتيوتري خلاص هنا طالما قل الايستروجين والبروجستيرون، فتبتدي تعود تاني البيتيوتري انها تسكريت مين بقى، لان خلاص ما بقاش في نيجاتيف فيدباك عليها، تبتدي تطلع الفوليكولر ستيميوليتنج هرمون وهكذا، وندخل بقى من سايكل تبقى ريبيتد باي انذر سايكل وهكذا. الرسمة دي جميلة جدا، دي بقى بتوضح كل حاجة بيحصل فيها ايه during المنسترول سايكل. طبعا زي ما اتفقنا اول حاجة الاوفرز، الاوفرز الاول طبعا زي ما اتفقنا بيحصل growing للفوليكلز. هذه الفوليكلز بتروح بقى تعمل ايه؟ during اللي هما الفيرست 14 يوم، الفيرست 14 يوم احنا قلنا لو مثلا المنسترول سايكل دي اخدت 28 يوم، فاول 14 يوم المفروض انه بيحصل جروينج للفوليكلز، بيحصل طبعا سكريشن للايستروجين والبروجستيرون هرمونز. وخلوا بالكم الزيرو داي ده بيبقى مع المنستريشن، احنا لو هنحسب المنستريشن هي بتبتدي من الايه الزيرو، يعني لو هنحسب سوري المنسترال سايكل كلها فهي بتبتدي من اليوم الاول مع المنستريشن، الفيرست داي اوف منستريشن او طبعا البليدنج يعني in other words. فمع المنستريشن يبتدي اليوترس يحصل فيه المنسز، ودي اللي بيسموها الفوليكولر فيز. وعند اليوم ال 14 بقى يبتدي البروليفريشن تاني مع اليوتيال فيز، وثم المنسز في النهايه بعد ال 28 يوم. بالنسبه للاوفيريان هرمونز طبعا في اول 14 يوم بيبقى الاستراديول هو طبعا اللي بياخد الابر هاند، بعد كده طبعا في السكند 14 يوم البروجستيرون هو اللي بيبقى ليه الابر هاند، بيبقى ليه طالع من الكوربس ليوتيب. زي ما اتفقنا قلنا انه الاوفيوليشن بتحصل طبعا مع ال LH سيرج. طبعا انتوا اخدتوا المنستر سايكل قبل كده، لكن علشان بس ايه نستوعب برضو موضوع الانتربلي الايه
الانتربلاي ما بين الهايبوثالامس وما بين البيتيوتري وما بين الأوفرس وما بين اليوترس وعلاقتهم مع بعض. طبعا هنا عند اليوم الـ14 اليوتينايزنج هرمون بيبقى في السيرج بتاعه أعلى حاجة، ليه البيك بتاعه بيوصل له، ثم بعد كده قلنا بيحصل الاوفيوليشن، وبعد كده بيبتدي بقى يحصل ايه ال قلنا على حسب، والله بقى لو حصل الحمل خلاص الكوربس لوتيم بيكمل، لكن لو ما حصلش الحمل طبعا قلنا بيحصل ديجنريشن للكوربس لوتيم، وفي النهايه بيحصل المنسز. البادي تمبراتشر قلنا مش هننسى ان مع البروجستيرون اللي هو عند السكند هاف اوف ذا سايكل، البروجستيرون بيرفع درجه الحراره حوالي نص درجه لان هو بيأثر على الهيت ريجوليتنج سنتر، وزي ما احنا شايفين بالنسبه للاوفيريان سايكل في جروينج فوليكلز لحد على اليوم ال 14 مع ال LH سيرج، مع الايستروجين برضو اللي بيوصل بكميات كبيره جدا وبيؤدي الى ال LH سيرج، كل ده بيحصل معاه الاوفيوليشن. ثم بعد كده والله لو حصل البريجنسي الكوربس يوتيم بيكمل، ما حصلش بعد كده بيحصل له دي جنريشن. وبكده نكون خلصنا محاضرتنا النهارده. Thank you so much and good luck for you all.